أنا جيت مغامرة إلكترونية واستفدت منها أن في نوعين من الهكر، الهكر الزين والهكر المبزين، وتعلمت كيف أهكر التلفزيونات والألعاب وكيف نقدر نفتح القفل. أشكر هيئة جهاز استخبارات الإشارة. اليوم تعلمت أن شو اسمه من الهوكر هو نوعين، السلبية والإيجابية. السلبية هي تضر الناس، لكن الإيجابية هي تحاول توقف الهوكر السلبي علشان ما يضر الناس، يعني عرفنا أن كيف نواجه مشاكلنا ونسيطر على أنفسنا. تعلمت اليوم أن هناك نوعان للهكر، الهكر الأخلاقي والهكر السيء، وأنه يجب علينا أن نؤمن أجهزتنا الإلكترونية بشكل جيد كي لا يستطيع أحد اختراقها. تعلمنا طريقة التشفير وكيفية فتح القفل، وتعلمت أن كيف الهكرز يقدرون يسيطرون على كمبيوتراتنا وأكاونتاتنا، وكيف نحافظ على هذه الأشياء عشان ما يسيطرون عليها. وأشكر دولتنا أنها شيء مش غريب على دولتنا، وشكر خاص للقيادة الرشيدة أنهم قدموا لنا شيء كطلاب مدارس. شكرا جهاز استخبارات ال